نازح من جبل الكراد لنا 7-8 سنوات نازحين ونحن 6 أشخاص. عندي 4 أولاد، البنت الكبيرة صف 7، عندي اسمها ألما، عندي جعفر صف 4، عندي عمران صف عمره 3 سنين، عندي هاي صغيرة عمرها 2. هلا نحن لنا شي 7 سنوات باركين بهاي الخيمة، يعني كلها 4 بـ4، مطر وشتاء وبرد، المي بتجري تحت مننا بالثلج، مننا انت مسهرانين كل الليل نشيل الثلج، هواء رياح بتشيل الخيمة بتقبعها، بدك تقعد تشتغل فيها وتسوي، يعني عيشة صعبة كثير، يعني نتمنى انه هيك الله يفرج علينا ببيت بهي، بس وحي يعني يتقوى يضب الاولاد من المرض من كذا. انا لي 5-6 سنين من لما قعدنا بالخيمه، معي ديسك، معي انقراص، معي تشنج كولون، يعني وضع سيء جدا. هلا انا كنت عايش بخيمه، يعني 6 أشخاص باركين بخيمه، اجانا قرفانه برقنا فيها، هلا عمر ركزنا فيها، يعني الحمد لله رب العالمين ارتحنا من البرد من المطر من الشتاء، تعدلت الحياة غير، يعني هلا في الشباك واحد بيشوف ضوء بيشوف الشمس بيشوف كذا، هذيك الشكل يعني مثل واحد ببارك بسجن، يعني الحمد لله رب العالمين فرقت كثير.